إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. سجلت لكم هذه الفيديوهات ديال البواسير وديال الغازات والمعدة والمصرى الكبير، وهذا في يعني في نهار واحد وفي لحظة واحدة. حبيباتي هنايا نتكلم لكم على البنات اللي كيكون عندهم الكلف، عندهم مشكله ديال الوجه، الوجه ديالهم ما صافيش. اولا التجريه راه كتصفي الوجه، كتصفي البشره. الماكله، نوع الماكله ديالكم راه هو اللي كيبان على الوجه ديالكم. الا كتاكلوا الاشياء غير ما هيش طايبه، كتكثروا الماكله ديال الزنقه، راه كتخرج على الوجه. حبيباتي كثره القليل الاشياء المقليه راه كتضر في الوجه. لهذا البنات اللي كيبغاو يبداو التنقيه ديال وجههم بحال الصحراويات، كيقولوا الصحراويات راه كاين يديروا التجريه مرتين على الاقل في السنه، على الاقل مرتين في السنه. والتجريه راه لا ما عندها علاقه بالنحافه، ما كتنحف هي اللي تبعتيها غتنحفي، ولكن راه ماشي غادي تنحفي، راه غادي طيحي كومه، لان كلشي داك المكان ديالك كتخرج وكتنظف الامعاء، ولكن هي كتصفي البشره، كتخلي الوجه ديالهم هكا كيدير. لهذا حبيباتي التجريه او ما يسمى بالحقين، يعني ان شاء الله نسول لكم عنه اكثر واكثر، نسول لكم عليه، ولكن انا عندي مع التجريه اكثر من هذاك من الشيء الاخر. لهذا حبيباتي بعد ما كديروا التجريه، العيات اللي عندهم مشكله، عندهم كلاف، عندهم شي حاجه في الوجه، ولكن هذا الدواء هذا كيبغي يضل، كيبغي بالليل ديريه وتحاولي ما تخرجيش، ما تكونيش تخرجي الشمس بزاف. وهذا الدواء كان طبيعي، كان يعني دواء كيديروه بكري بكري الصحراويات. اش كيديروا؟ كيشدوا النيله، النيله هذه غاز النيله، غاز راه هذا هو غاز، ولكن قديما كانوا كيقولوا لهذا غاز. والنيله كيكون هذه النيله كتعطي واحد اللون، شفتوا كتعطي هذه النيله. النيله راه من الاحسن تستعملوا هذه، لان هذه كتجي من مالي ومن جنوب الجزائر ومن السودان، عندهم هذه الحجره كيخرجوها من الارض وكيديروا من هذا الثوب هذا باش يعطي فيه هذه الصباغه هذه، كيديروها ترد عليهم الشمس وما تخليش البشره ديالكم تسودها الشمس. حبيباتي اللي عندها الشرق صافي، هذاك راه الطوب، يعني احسن حاجه من الاحسن تشدي هذا الشرق، تشدي شي طريف منه او النيله اللي ملقات. ولكن ملي كتمشيو تشريو ديك الصبغه ديال النيله اللي كتسبع صباغه هكا بودره وداك الشيء، لا ما ننصحكمش بها، لان هذاك الشيء كلشي راه مزور، واخا يقول لكم ما نعرف فين جاي ما تصدقوا. قلبوا على هاد النيله، هاد اللي كتباع هنايا، هذه كدير 300 درهم، 250 درهم حتى 300 درهم، وهذه غاليه، هذه كتجي، هذه راه تكلمت لكم عليها في واحد الفيديو، هذه غاليه بزاف. المهم شدوا غير هذه، اقطعوا واحد الطرف منها بحال هكا، كتشدوا بحال هكا كتقطعوا واحد الطريف منها. واللي عنده الشرق وعنده فيه واحد البليده الشرق راهو احسن شيء، كيقطع واحد البليده منه تعود شايطه ويخليها للوجه، واللي ما عنده يشد النيله بحال هكا بحال هكا، تقطعي منها تبقاي ماشيه وتعوجي بحال هكا، معليش تخلي بحال هاد الطريف هذا دابا ديال النيله، ها هو مصاوب لك ماسك الوجه عدة مرات، دهنة او نيتوياج الوجه تقريبا شي 20 يوم او شهر، كديري في المهرز ديال النحاس، انا ما عنديش مهرز النحاس بحال هكا، كديري عليه السمن ديال المعز، هنا قلبوا على السمن ديال المعز، شروه البنات بغاو يداووا يشرو هذا راه كيدير تقريبا شي 300 درهم اللترو، حتى كاين 400 درهم اللترو، لانه بيو هذا كياكلوا المعز ديالو، كياكلوا غير الماكله الاعشاب راه، ولكن كيداوي عدة الدواء بزاف كيداوي. كديري منه بالدهكه على هذه، واللي ما لقات السمن ديال المعز دير بوماده، هذا العيني اللي كنت وريت لكم في الفيديو ديرها، تشريها من الفرماسيان كدير 5 دراهم، كتشدي هذه شتي، كديري النيله كديري معاها السمن او بوماده ديال العينين، كديري معاها كنشدو شويه ديال الزعفران الحر. حبيباتي البنات اللي
ما كيعرفوش يشرو الزعفران الحر، شرو ديال المغرب، واحسن زعفران هو ديال ايران، ولكن الا ما لقيتوه شرو ديال المغرب. كتكون الشعره ديالو حمراء، شفتوها صفراء الحمراء، ماشي ديك الباهته، هذاك الباهت راه كيحيدوا منه اللون ديالو وينشفوه ويعاودوا يبيعوه. كتشري هذا اللي كيكون اللون ديالو شتو احمر، كديري شعرات منه هنايا بحال هكا. انا كنقلب لكم، عندي جوج ماركات، انا عندي هذاك الباهت وعندي الحر، ها هو ديال ورزازات. كتشدو كديرو شعرات تقريبا، ها هي كديرو تقريبا منه 10 دراهم ديال الزعفران الحر، البنات اللي في المغرب، او 20 درهم ما عرف تقريبا شحال تعطيكم، غير قدرت انا واش 10 دراهم ما عرف صراحه. كتشدو هذاك السمن، ها هو كنمسحو من هذا المهراس، وغادي ندير بحال هكا، غادي تبقاي تضربيه. اللي عنده مهراس النحاس احسن، كتبقاي تضربيه 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 حتى تعطي هذيك اللون ديالها في هذاك الكريم. كديري هنايا عليه، اللي ما عندهاش السمن ديال المعز غادي دير شي 4 او 5 او 6 ديال البوماده ديال العينين، كتبقاي معاه معاه هكا حتى يولي داك الزعفران يطلق داك اللون ديالو مع ديك النيله في هذاك السمن، ويولي منيل بحال هكا شفتو. فباقي هذا غير البدايه، غادي نبقى معاه دابا هكا حتى ندقو ونوريكم حبيباتي. هيا كتشوفوا دابا هذا هاد الكريم، هادي دابا هادي بحال الكريم دابا، كتجي بحال هكا على الوجه شفتو، كديروها بحال هكا على الوجه. في الليل ديروا شي حاجه على المخده ديالكم، طبعا ما غاديش نعس على المخاد عاديات، ديروا عليهم شي فوطه ولا شي حاجه تجي في جبيل تصل، وغادي دير بحال هكا الوجه كامل، دهني كامل بهاد هادي وتخليها تبات عليه، سواء ديال السمن او السمن المعز، ما ديريش السمن البقر، او السمن البوماضة ديال العينين اللي وريتها لك حبيباتي. ودابا ما تخرجوش الشمس، ديروها في الليل ونعسو، خاصة البنات اللي قربوا يولدوا، حاملات وقربوا يولدوا، والبنات اللي بغا يديروا العرس، البنات اللي العرايس، والسيدات اللي بغاو عندهم مناسبه او بغاو وجههم يتنقاو، كديري بحال هكا، ما ديريها بالليل، ومع الصباح تغسلي وجهك بشي صابون خاص للبشره ديالك. هي درتها باش البنات ما يقولوش كندير شي نوري شي حاجه ما كنديروهاش، شفتوها هذه دابا غادي ديروها في شي علبه. هاد لو كان عندي مهراز النحاس راه غندق هذيك النيله حتى تولي تفرتت، ما تبقاش، خاصها تندق 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 حتى تفرتت، حتى هي تولي ديريها الوجه هذيك ديال النيله. ولكن لانه هذا المهرز ماشي ديال النحاس، شفتو شفتوها بحال اش دارت، شفتوها تقبت، ولكن باقي خاصها تندق حتى تفرتت. كديروها هكا على اليدين كتنقي، خاصه هذاك الزعفران الحر. ها هي بوماضه العينين، كامله بوماضه العين شفتوها، باش ما تقولوا نوريكم شي حاجه وما كنديرها، كامله كتجي بالوجه، سواء 2% او 1% او 3% كامله ديال البشره، لانها هي اصلا ديال العينين. وما كديرش الحبوب، البنات اللي قالوا الا حيدتيها راه كينوضوا الحبوب وكيديروا، لا، غير هي خاصها تجي بالليل وتغسليها بصابون كما قلت خاص للوجه ديالك، كل واحد الصابون الخاص بالوجه ديالها. حبيباتي هاد الجل هو اللي كنغسلو به وجهنا، كل وحده تشوف الجل اللي كيوالم الوجه ديالها. وهذا الماسك هو قد ديال قديم ديال الصحراويات، انا خالاتي هو اللي كيديروه، والوالده ديالي هو اللي كندير وجهها، وتبارك الله تبارك الله عليهم، ما كتشوفوش دوك التجاعيد في الوجه ديالهم. انا درته عده مرات حتى انا، زوين الوجه كينقي، ولكن بالليل كيجي بالليل. نتمنى حبيباتي يعجبكم، واني بكم راني نحبكم كاملات.